لكم يا شباب. اليوم عندنا إيميلي اللي تبغى تلعب. انا حتى ما خلي صوته يروح. صوت ذا مره مهم انه يروح. مهم جدا. جدا. يلا هنا على امك. هاي جات. المهم يا شباب المره هذه بحاول اني اعدي ساعه ولا ساعتين اعدي. اوكي طيب لازم اطالع فيها لين تروح. لازم اعدي ساعه ولا ساعتين يا ولد. انا ما عديت حتى ساعه واحده، بس على الاقل خلينا نعدي ساعه يا اخي. نعدي ساعه وبعدين نروح. يلا انقلعي. يلا بسرعه سريع روح يا اخي. ايش بقولك البيت وانا ملخبط مره. ملخبط البيت هنا، ما في لا غرفه. اوكي راحت خلنا على السريع. دقيقه. اوكي لا اوكي لا يا احمد يا ابله. انا فكيت النور. اوكي اتذكر في كفاش هنا. كان كفاش. دقيقه، الغرفه هذه فيها نور ولا انا ماني شايف شيء؟ شت. لا الكفاش معايا. اها شت. فين لا شكله. لازم تروح. هناك الكلوزت. اوكي حتى ما يمديني الف وجهي في الظلام. اتوقع انها تصير قويه مره. اوكي خليها كذا. يلا روحي. يلا امشي. يلا بسرعه ابغى امشي انا من هنا. اوكي خلاص الكفاش معايا، اثريني ماخذه من اول انا. اوكي ممتاز، خلنا نروح هناك بسرعة. فكينا النور هنا ممتاز. وهنا في مسجل بس ما اوكي هنا في حاجة هنا نسوي بها بعدين نروح تحت. الله يعيد. وينها شت. لازم تكي معايا شوية بعدين عشان تروح هي. يلا بسرعة يا ايميلي. مو ايميلي هذه الدمية حقت ايميلي. اوكي بعدين يا شباب ما لكم داعي يعني قاعدين تحرقوا لي في الكومنتات. انا ابغى العب اللعبة على اساس انه يعني اللعبة ما هذا. ايوه هو انا بلعب اللعبة على اساس. ايوه خلاص راحت. بلعب اللعبة عشان ما اعرف فيها شيء، عشان استمتع باللعب. شت اوف امك. اروح ولا ارجع؟ اوه راحت عيال. اوه نو كفاش معايا انا مطفيه اصلا. اوكي there was a box of three very strange dolls down in the basement. Emily talks to them as if they can hear her. Maybe it's a good sign. It's the first positive thing in a long time. جميل. طيب مشغل مسجل هذا تقول انه البيسمنت يعني في ناس يكلمونها في البيسمنت. شت دقيقه هذه لازم تروح. انه البيسمنت في ناس يكلموها وهذا شيء ايجابي يعني بحكم انها يعني البنت كانت نفسيه اتوقع وكانت مريضه مره. ف نعم هذا اللي صار. فالان اللي اعلن الان اننا نكمل ساعه على الاقل. بس الساعه الاولى كل ما مشيت في الساعات كل ما صار صعب الموضوع. طبعا هو اللعبه فيها لغز واللغز هذا لازم يحل. فلازم احل. يلا سريع راحت. المهم خلينا نشغل ايش بينا. ايوه خلينا. A hole fell through Emily's old room into the other side of the basement today. We know Emily had something to do with it but we don't understand what's going on. تقول انه في شيء يعني في غرفتها من الجهه الثانيه بس ما هم عارفين ايش هو بالضبط. We're scared of our own daughter. She was standing in our bedroom last night staring at us. We're going to start locking her down in the basement. اوف يعني هم اللي حجزوها تحت في البيسمنت. ها اوكي we bought her a puppy. It was so cute. We thought it would help her. Poor puppy. Emily didn't like it. واشتروا لها كلب بابي بس ما عجبها ايميلي. ف شت فين راحت هي هذه هنا. اشتروا لها كلب بس الكلب ما عجبته وبس. يعني اتوقع انه هنا يحل اللغز اللي هنا. اوكي ha 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 ha
امشي من هنا. يلا يلا سريع، هيا امشي انا اروح، خلينا نقضي اشغالنا. الله يرحم امك يا بنت الحلال. سريع 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 سريع. اوكي خلاص نشغل هذا. ايش بو؟ او شغلناه صح؟ اوكي عدينا الساعة الأولى شباب زي ما قلت لكم. طبعا شل ايش الغرفة هذه؟ ايش في هنا؟ اطلع يا شيخ اطلع اطلع يا وش اطلع يا ولد. اي المهم خلينا نطلع من هنا. اوه هذا الحفرة اللي جيت منها انا وذاك. اوه شت هذا المهرج. طيب هو نظام المهرج انه ما تتحرك. راح خلاص، اهم شيء المهرج اذا جاء ما تتحرك انت. اوكي فهذا شيء مهم جدا. طيب هنا جينا، هنا رحنا هنا. اوكي انا نعدل المنطقة المظلمة هذه. اوه شت اثرنها طفت اللمبات كلها بنت الكلب. نعم بليسا طفت ام اللمبات حقت الغرفة كلها. انا نشغل اللمبة هذه. اوكي الباب هذا اصلا ما في شيء هنا. ايه خلينا نروح المطبخ نشوف ايش مكتوب في المطبخ. اوكي هنا فكنا الباب. فكنا اللمبة حق المطبخ. يقول لك don't stay still. اها طيب دقيقة هذه ايميلي. شت هذه ايميلي هنا. اوكي هو 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 المغزى من اللعبة يا شباب انك تتكي على قدر المستطاع. شت اصبر افتح النور. يلا يلا انك تتكي في ساعات اطول يعني تطول شوية. وهذه الغرفة اللي جينا منها. شت اوه العين شكله يفجعني. لا تحرك احمد. طيب اتوقع انه ورايا. راح راح انا ولا لا ما شفتوه يا شباب. حتشوفوه حتشوفوه بعد شوي. حيجي حيجي بعد شوي حيجي بعد شوي. يطفي وانا اشغل يطفي وانا اشغل. الله يشغل امك يا شيخه. المهم يا شباب بقول لكم القصه اللي صارت لي في رابع ابتدائي. طبعا اللي ثالثه ابتدائي كذا شفنا برنامج وثائقي على ام بي سي كان يعرضونه في ام بي سي. شت اصبر في الجزيره معليش في الجزيره. ايه في الجزيره شفنا برنامج شت وينها. ايه شفنا برنامج وثائقي في الجزيره على الجن وما الجن. فكانوا هم يسووا زي 3 دي كذا يوروك انه الجن وكذا. فكان واحد يحكي عن القصص اللي صارت له مع الجن وش سووا وش ما سووا وما نعرف ايش. المهم يعني بعد ما خلص يعني ما كان في شيء يعني مخيف مره حتى ما اذكر اصلا ايش كان في البرنامج الوثائقي. لكن اللي اذكره انه انا من ذاك اليوم الى يمكن بعدين يعني بعد ما كبرت يعني كذا ما كنت انام الا في النور. لازم اشغل اللمبه وانام، بدون لمبه ما انام. طيب وش صحيح هذا وش؟ اوه هذه غرفه جديده ما قد جيناها. خل شغل اللمبه. اوكي الحمام ذا يا اخي بيته مرتب ما شاء الله تبارك الله. شكله طبعا هو ورايا يا شباب بس انا ما بلف واطالع فيه لانه اذا طلعت فيه راح راح. اذا لفيت وطلعت فيه يلعن شكلي. اوكي شت وينها وينها وينها؟ لا لا خسرت. شت الحمد لله الحمد لله. ايه راحت خلاص خلاص لسه الساعة 1 يا عيال. اوكي انا قلت لكم نعدي ساعتين على الاقل اليوم. ما في شيء للان ما في شيء. وهذا لسه ما تحمل ما ادري متى يتحمل هذا. بس يلا تقريبا لفلفت البيت كامل. هو بس الغاية الظاهر انك انت بس ما اي باب تقفل. انا قلت لكم يا عيال حتشوفوه شفتوه فعلا. اوكي اصبر اصبر عيال. شايفينه عيال شايفينه شايفينه هذا هو طلع لي. هو اهم شيء اني ما اتحرك. نشوة راح يلا روح انت كمان. خلاص هو راح انت شلسك خلاص. اوكي الغرفة هذه اتوقع هنا في شيء في شيء هنا في شيء في شيء هنا في شيء شيء في شيء في شيء في شيء هنا 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 هنا. اوه شريط. اوكي
My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. Mm-hmm. He doesn't know. It's all about Emily. Uh-huh. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. قول إنه psychologist حقها اللي هو الدكتور النفساني اللي تروح تزوره وكذا. يعني هي ما هي راضية تعلمه عن الأشياء دي. أوكي أصبر في شيء هنا. لأنه يعني النفسية لو النفسية اللي تمر فيها بسبب إيميلي. ما بتحرك ما بتحرك ما بتحرك ما بتحرك. إن شاء الله ما يجيني إن شاء الله ما يجيني إن شاء الله. راح راح راح. فين هناك هي هناك اقفل على الباب اخاف تجيني يا عيال اخاف لو قفلت الباب احصلها هناك قدامي بس خليني اطالع فيها خليني اطالع فيها لين تروح يلا بس نعدي الساعه الثانيه وخلاص بعدين نروح يلا ها ايوه راحت راحت جات مره ثانيه يا الله يا الله دوبنا مفتكين منك من هناك يا اخي وش النجمه هذه يلا بسرعة طبعا دقيقة يلا خلاص الساعة الثالثة ما جات يا ولد انا مطولت يا اخي انا قعدت احسب هنا كم احنا نلعب بسرعة راحت 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 شت شت دام انه قال الى شكل ليش يطلع لي مرتين ورباط اوكي هذه لسه مكتوب هنا لسه مكتوبة زي ما هي اوكي شت فينا وشت العب ابوها العب شكلها لاصقة فيه بنت الكلب يلا يلا انا بتاكي يلا تاكيلك الليلة اوكي راحت يلا اركض 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 هو اهم شيء انك ما تتكي في مكان واحد يا اخي هذا الصاله اكثر مكان يطمني حتى عند البيت الصاله جانا ولد الكلب جانا ولد الكلب يا عيال ما كانت طولت الساعه يا عيال والله طولت مره يا عيال مره طولت غريب مفترض يفتحوا لي الباب ابغى افتح نور السيب ابى اشوف يا اخي انا بطمن يا اخي بتكي هنا شت يس يس دان الساعة الثانية عيال كفو خلينا نروح المطبخ الان نروح المطبخ الاول اوكي سريع 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 المطبخ 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 شت يقول don't run from Chester طيب Chester من هو يا ولد ها اه فانو 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 فان Chester Chester من سمعت صوتكم شوي انا هو Chester ذاك هو صوت جديد صوت جديد اوكي هلا هلا والله اوكي فين راح يا ولد مربرب مربرب المهرج عن شكله ليش تقفل الباب؟ هذا قلة حياة هذه والله انها قلة حياة شفتوا شفتوا يا عيال شفتوا عن شكله ثانو هو اللي تعلمناه يا شباب اللي في السبورة لا تسويه اللي في السبورة سويه عكسه بالتمام الحين لما لوحة جميلة والله هذه يبغالي اشيلها واحطها ورايا شباب لا عسيرة يا عيال ترى ان شاء الله باذن الله بضبط لي خلفية يعني ان شاء الله يعني بضبط لي خلفية كويسة يعني الصورة يا شكلك عن شكله ذاك
يقول لك يا أخي في ناس عندهم فوبيا من المهرجين. أنا مرة شفت برنامج وثائقي أمريكي، الناس عندهم فوبيا من المهرجين، يخاف من المهرج عيال خوف مو طبيعي. أنا ما أدري شيء غريب يعني. حتى أنا مرة شفت برنامج عندهم يعني يجيبوا لك الناس اللي عندهم فوبيا من الأشياء الغريبة. يعني شفت واحد يقول لجني سكتة قلبية يا عيال، لجني سكتة قلبية. اوكي شو كويس، كملنا ساعتين المرة هذه، المرة القادمة بنكمل. اوكي بنكمل. اوكي زبدة، حيكون لها جزء ثاني اللعبة هذه. اتمنى انكم استمتعتوا يا عيال بالحلقة. تابعوني حساباتي تحت، اشترك في القناة اذا ما كنت مشترك في القناة، وفجر هذا المقطع زر اللايك. اوكي لا تنسى تفجر زر اللايك يا وحش. السلام عليكم.